السلام عليكم ورحمة الله. أنا آلاء العش. النهاردة فيديو مختلف وبسيط، في اختلافات بسيطة لأنه هيبقى فيه تركات لحاجات نعملها لولادنا في الأجازة. الفيديو ده كان متاخد في فترة الصيف اللي فات، ولكنه مازال إن احنا نقدر نروح المكان ده في الفترة الحالية، خاصة إنه مكان مقفول. هو قريب من البحر ولكنه مكان مقفول للناس برضو اللي ممكن تيجي من القاهرة لإسكندرية. ده مكان حلو قوي للأطفال، educational تعليمي وفي نفس الوقت ترفيهي. هما مكانين جنب بعض، متحف الأسماك ومتحف السكيلتونز أو الهياكل العظمية للأسماك و الحفريات. جميل جدا للأطفال في كل الأعمار. من الحاجات اللذيذة اللي هي موجودة من فترة ولكن أنا اكتشفتها مؤخرا، وهي الفويل بتاع البوتاجاز. في ناس مش مع أصلا استخدام فويل للبوتاجاز، ولكن لو مش ايدينا في البوتاجاز كل يوم للاسف بيتبهدل وبيكون تنظيفه صعب، وبنضطر ان احنا نجرح الستانلس بتاع البوتاجاز، فالافضل ان احنا نحط له فويل لو احنا مش قلقانين منه. طيب الفويل عامه بقى غالي جدا، ولو هنستهلك الفويل اللي احنا بنجيبه للاكل يعني اللي بنغطي بيه الصواني، بيكون بنضطر نستهلك منه كتير لانه بيبقى طوله كطول بالشكل ده او العرض بتاعه بيكون قصير، فبنضطر ان احنا نستهلك منه كمية اكبر. ده مخصص فقط للبوتاجازات، مكتوب عليه اوفن كفر، ده بيكون بس للبوتاجازات، ده يكفي 3 مرات تمام. وده عرضه 90 في 60، فتقريبا بيكون نفس حجم البوتاجاز اللي هو بيكون 5 عيون بالشكل ده. يعني لو حطيناه كده اهو، بصوا ده من اول البوتاجاز لاخره تمام، وبيغطي البوتاجاز بالكامل، فده هيكون افضل واعتقد هيكون اوفر، لان ده تقريبا ب30، فتقريبا المره ب10 جنيه، واعتقد كمان ان هو اسمك. ان شاء الله هبقى استخدمه معاكم. لما ادي بس تنظيفه كده بسيطه للبوتاجاز، هو البوتاجاز لسه متنضف قريب فمش متبهدل قوي، وبس محتاج مسحه لطيفه، و بعدين نحط عليه الكفر ده عشان نشوف. بنسبة كبيرة هيكون سمكه أتقل كمان من الفويل العادي، فلما نيجي نشيله ما يبقاش لو في زيت وقع عليه أو حاجة ما يبقاش لازق في الستانلس بتاع البوتاجاز. طبعا أنا قبل ما النور بيقطع لو هطبخ طبخة أو حاجة ببقى عاملة حسابي، لو أنا محتاجة أضرب حاجة في الكبة أو في الخلاط بضربها أول ما بصحى، لأن أنا عندي النور بيقطع الساعة 2 الظهر، ف بيكون ده وقت قاتل يعني انه بعمل فيه الاكل. ف بستخدم الكبة، بقطع البصل واسيبها على جنب، لو هضرب عصير طماطم بضربه وبسيبه على جنب لحد ما ابدأ في الاكل بتاعي، فتكون انا مش مضطرة ان انا استنى حاجة عشان الكهرباء تيجي، لان الكهرباء بتقطع ساعتين، فده وقت كبير جدا، خلاص بيكون وقت ميعاد الغدا جه، فبضرب الحاجة وبجهزها جنبي لو انا طبعا ما عنديش تجهيزات في الفريزر. طيب بالنسبة للحوم، بما ان اللحوم طبعا غليت جدا، وايا كان هنشتري لحوم بلدي او لحوم مستوردة او سودانية او ايا كان، كلهم بقوا تقريبا سعرهم مرتفع. فبعمل ايه؟ انا مثلا بجيب الكمية بتاعتي، ممكن اجيب كيلو واحد بس، واول ما بشتري بسلق تقريبا الكمية كلها، لان معظم الاكل خاصة الشتاء بيكون استخدام اللحمة اكتر في الخضار، فبنحتاج دايما اللحمة تكون مسلوقة. فاللي بيحصل اني بس بسلق الكمية كلها، بقطعها وبسلقها، ممكن اديها تشويحة وممكن اغلي مية وبعدين انزل باللحمة عادي كده. انا النهاردة اديتها تحميرة كده على النار و نزلت عليها بالمية وحبهان ومستكة ولورا وبصلاية، بصلاية صغيرة. وبعد ما الكمية بتاعتي بتتسلق عبيها في كياس في الفريزر بالشوربة بتاعتها على قد الوجبة، على قد الوجبة، فبالتالي ده بيوفر معايا وقت مجهود، وكمان بيوفر معايا ان انا ما اشتريش نص كيلو في نص كيلو، فاضطر مثلا في الطبخة ان انا ممكن يكون نص كيلو ده كتير على الطبخة،
او حابه توفري فيه ولكن مش هتستخدمي ربع، انت عايزه ما بين نص وربع. فالحركه دي بحس انها بيبقى فيها بركه اكتر، ان هي تقدري توفري في الكميه، او كمان بتسهل وقت. يعني حتى لو هتستخدمي الكميه كلها هي برضو بتوفر معاكي وقت، ان لما بتيجي نطبخ الطبخه مش بنضطر ان احنا لسه هستنى لحد ما اللحمه تتسلق، لا هي عندي جاهزه في الفريزر مسلوقه، ويادوب بطلع كيس اللحمه بالشوربه وبحط عليه الخضار وعصير الطماطم وكله ني في ني كده على النار، وياخد وقته على طول، ما خدش مني دقيقه ان انا اطبخ الطبخه. فدي برضو من التجهيزات اللي بتوفر وقت جدا للمراه العامله. انا بقى كامراه عامله بالنسبه لي الاكل الجاهز هو ان انا اجيب خضار متنضف جاهز، ايا كان فروزن او حتى للسيدات اللي بيعملوه بينظفوه في البيت، ده بالنسبه لي بيبقى احسن لانه بيبقى خضار طازه، وحد تاني بينظفه بيقطعه وانا بجيبه على الطبخ. فبالنسبه لي بيكون لو متوفر بيبقى بالنسبه لي افضل من الفروزن طبعا وافيد. وبجيب كميه مثلا كل شهر كل شهرين على حسب لو في خضار في السيزن، طبعا بالنسبه لي بيكون افيد وافضل، بالنسبه لي افيد وانضف واحسن من ان انا مثلا اجيب مجمدات او اعمل مكرونه واي حاجه مقليه جاهزه جنبها وخلاص. فاصوليا لحمه بجيبها اول الشهر كلها بسلقها وبحطها في اكياس على قد الوجبه. زي ما شفتم كده دايما بحب التجهيزات خاصه مع الشغل، فالتجهيزات دايما بتسهل الحياه اكتر و بتخلي كل حاجة تمشي بطريقة سهلة ومنظمة. ده كاكاو كنت جايباه من حاج عرفة، هو موجود في اسكندرية في سوبر ماركت كارفور، وتقريبا ليه فروع تانية خاصة برا، واعتقد منتشر كمان في القاهرة. انا الحقيقة مش عارفة هو العيب في الكاكاو ولا الطريقة اللي انا عملته بيها. انا عارف دايما انه الكاكاو المفروض يتعمل على النار، ولكن انا جربت ان انا اعمله بطريقة سريعة، ان انا احطه كده في الكوباية واصب عليه المية او اللبن. تقريبا انا زودت كمية المية شوية، فممكن علشان كده كان طعمه مش حلو، او نسبة الكاكاو اللي حطيتها صغيرة، فعلا كان مفروض احط كمية اكبر من كده، بس انا كنت خايفة يطلع خام قوي فيبقى مر، بس لا هو مش خام لدرجة رهيبة، بس انا يعني معرفش هجربه تاني مرة تانية بطريقة مختلفة في الشرب، ولكن انا هستخدمه اكتر للحلويات الكيكات كده هيبقى الطف بكتير. وزي ما انتم شفتوا طبعا انا زودت كمية الكاكاو تاني لان حسيت طعمه خفيف قوي، ويعني ما كانش حلو يعني بصراحة كاكاو، يعني كطعم شوكليت هوت شوكليت او كاكاو اللي احنا متعودين نشربه في الشتاء. حد عرف بالمناسبة من اماكن اللي انا بحب جدا جدا اجيب منها التوابل، البقوليات حاجته نظيفة جدا، عنده توابل ما بلاقيهاش في اي حتة وبتكون مميزة جدا، زي توابل زعفران والمرقة او بديل المرقة الباودر، حلوة قوي قوي قوي. هنا انا عايزه اوريكم تريكات حلوه قوي للجبنه القريش، لو زهقنا من الجبنه القريش كطعم جبنه قريش عادي، او لو حابين ان احنا نعمل جبنه طبيعي في البيت ومش عايزين نشتريها بالغالي من بره. طبعا كيلو الجبنه القريش بتمن او ارخص كمان من نص كيلو الجبنه الطبيعي. طيب ازاي اقدر اعمل ده؟ بمنتهى البساطة بجيب الجبنة القريش و هنصفيها من المية خالص على قد ما نقدر، وبعدين نحطها في الكبة، ونقدر بقى نضيف عليها اضافات كتير مختلفة بحيث ان احنا نطلع الاطعم اللي احنا بنحبها في الجبنة. يعني مثلا احنا لو حابين طعم الاسطنبولي او جبنه الاسطنبولي نقدر نجيب الفلفل الاحمر البارد وفلفل الاخضر، ولو حابينها سبايسي شويه ممكن نحط فلفل اخضر حراق، نشويهم عشان يبقوا يعني صحيين اكتر، او نحمرهم في الاير فراير،
وبحيث ان هما يبقوا طريين خالص ويستووا ما يقرقشوش معانا في الجبنة، ونحطهم مع كمية الجبنة اللي احنا عايزينها، ونحط مثلث من اي نوع جبنة مثلثات بنحبه، ده مثلا طعم الاسطنبولي او هيكون اقرب له شوية. ممكن نحط بابريكا مدخنة، ده طعم بالزيتون حلو جدا. حطيت زيتون اخضر او اسود، بالزيتون الاسود بيبقى طعمه اقرب اكتر، ولكن انا كان متوفر عندي زيتون اخضر فما قالش لأ، من غير بذر طبعا، ومعاه قطعة من الجبنة المثلثات. لو بالنسبة لكم القوام تقيل ممكن نحط معلقة لبن او معلقتين لبن، بس انا بالنسبة لي القوام كان مثالي جدا. وبعد ما اتضربوا كويس حطيت تقريبا معلقتين زيت مش اكتر من كده، ويا ريت يكون زيت طعمه حلو او كويس للدوران دوار الشمس، بحيث ما يبقاش طعمه وحش في الجبنه. كانت مثاليه جدا. حابين تزودوا رشه ملح؟ اوكي. مش حابين؟ خلاص. انا بالنسبه لي القريش ما كانتش دلعه قوي فما زودتش ملح، خاصه الزيتون كمان بيكون حادق. كمان ممكن بقى لو ما حطناش زيتون او لو استخدمنا اللي هي مع الفلفل بس، ساعتها ممكن نحتاج ان احنا نحط ملح. لطعمها كمان تحفة قوي لو حطينا مثلا كام شريحة من الجبنة التركي او الرومي معاها، مع برضو قطعة او قطعتين من الجبنة المثلثات مع الجبنة القريش، بتكون رائعة رائعة. اللي بالجبنة التركي دي بتكون حلوة قوي 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 قوي، بتكون طعمها تحفة. بيكون طعم الجبنة التركي فيها حلوة قوي، يمكن بتكون احلى من الجبنة التركي لوحدها كمان. وبعد ما بتخلص زي ما انتوا شفتوا بنعبيها في علبة تلاجة عادية جدا، وبس بنحط على وشها معلقة زيت عشان تحفظها مش اكتر من كده، تقعد معانا في التلاجة اسبوع تفضل زي ما هي. انا ما فضلش اكتر من اسبوع علشان بس طعمها ما يغيرش شوية، عشان دي جبنة طبيعي ما فيهاش اي مواد حافظة. اوكي. بعد كده كنت جايبة الجبنة دي من كارفور، دي جبنة بالبسطرمة بطعم البسطرمة، وفيها قطع بسطرمة صغيرة قوي قوي. الجبنة دي رخيصة جدا مش غالية. طيب حبيت بقى ان هي خلاص زهقنا منها كساندوتشات، فلقيت عندي سمبوسك عندي في الفريزر، كان بقاله فترة كبيرة جدا زي ما انتوا تشوف شايفين كده، مهلك شوية وشوية معظمه بيتقطع، مفيش اي مشكلة مش هيقول لأ. الجبنة دي على فكرة تقيلة مش ناعمة قوي، ف يعني مش هتطلع بره سمبوسك وانا بقليها، هتسيح خالص ولكن مش هتطلع بره، تمام. فقلت ان انا استغلها في السمبوسك، وفي نفس الوقت استغل السمبوسك بدل ما يقعد معايا اكتر من كده. وفي يوم بعمل فيه اي تجهيزات، ده من ضمن التجهيزات اللي نقدر نجهزها لرمضان بالمناسبة، يعني من بواقي تلاجة نقدر نشيل الطبق ده نحطه في الفريزر ونخليه لرمضان. بس انا قليته تاني يوم عادي ما فيش اي مشكلة يعني. في يوم بقى جه بنعمل فيه تجهيزات او كده، ممكن نطلع عندنا اي حاجة في الفريزر نحمرها مع شوية مكرونة، ودي حاجة من الحاجات اللي ان شاء الله ممكن اعملها معاكم قريب، وهي الناجت البيتي، حلو جدا وسريع ولطيف، والاهم من كل ده ان هو موفر. يعني اللي يعمله اللي هو فعلا عايز يوفر، و ولاده مثلا مش بياكلوا جبنه كل يوم الصبح، فبيضطر ان هو ناكلهم ناجتس او بانيه او الحاجات دي، فدي هتكون حاجه مغذيه من البيت مش ناجتس جاهز، فاحنا ضامنين الفراخ اللي احنا حاطينها فيه، وفي نفس الوقت موفره جدا، لانه انا نص كيلو البانيه هيعمل لنا تقريبا 3 اضعاف الكميه او ممكن اكتر. يعني ممكن من نص كيلو بانيه نقدر نعمل كيلو او اكتر من يمكن كيلو ونص من تقريبا كيلو ونص من الناجتس، فدي طبعا حاجة موفرة جدا. وطبعا في نهاية اليوم ما ننساش نفسنا، نسترخي، ما ننساش المي تاي، ما ننساش صلواتنا، على قد ما نقدر نخطط ليومنا اللي جاي، ونكتب رسالة امتنان لنفسنا او لأي حاجة في يومنا، ونشكر ربنا على كل حاجة وان احنا عايشين في امان وسلام. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، ما تنسوش لايك وسبسكرايب. مع السلامة.